وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. سيد سمير، أهلا بك في نشرة الثالثة. ما أهمية تطوير معدلات التجارة البيئية والاستثمارات المشتركة بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية خاصة في هذه المرحلة؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. وصراحة بالنسبة لنا احنا غرفة التجارة نعتبر كوريا الجنوبية من الشركاء الدول المهمة بالنسبة لنا، خصوصا في التطور التكنولوجي اللي حاصل حاليا في هذه البلد، وكذلك حجم التبادل التجاري في صالح البحرين حاليا تقريبا يصل إلى 600 مليون، حوالي ثلاث أضعاف كوريا تصدر إلى 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 البحرين. وكذلك هذا المنتدى يصب ويركز بشكل كبير من ناحية تشجيع الاستثمارات في البحرين مع شركات الكورية وشركائهم رجال الأعمال البحرينيين، وهذا المنتدى يصب في هذا، وتفعيل كذلك الاتفاقية المشتركة بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية. والحمد لله كان المنتدى ناجح نجاح كبير، وهناك تواصل كبير، والنسخة الخامسة راح تكون إن شاء الله في البحرين في نوفمبر من السنة هذه. نعم، إذن السيد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حدثتنا عبر الهاتف من سيول. كل التوفيق وشكرا جزيلا لك.